شونسون بغيت خدمه هي جايه تو سامبلومون من الواقع المعاش ديال ديالنا وديال المغاربه كاملين وديال جو بونس اي واحد خدم وقرا وخدا دي ديبلوم وخدا دي شواهد ودفع لي سي في وما جاوبو حتى حد وجا الاحباط وجلس في قهوه كيشرب قهوه كيهمي كارو جالس كيتسنط راسو كشو قريت تعيت وفي الاخر جالس مشومر. يعني جو بونس با كو حتى شي واحد ما داز من هذه النقطه هذه وعاد من بعد بالجهد ديالو بقى كيدفع كيدفع يمكن عاد خدم. جو بونس با كو شي واحد ما يكونش عاش هذه النقطه هذه انا شوي سيغ. واغنيه بغيت خدمه سي فري كتبتها بون حيت انا كنهضر على ان بيرسوناج سبيسيال في الاغنيه هذاك اللي قرا وخد الشواهد، ولكن هي اون فيت كتهضر على كل شيء حتى هذاك اللي ما قاريش كاع اللي عنده غير التكوين المهني ولا حتى اللي ما عندوش كاع التكوين اللي خدام مثلا غسل بايه في قهوه اللي كان حتى هو كيقلب على راسه وما جابش الله سكيفي بزاف ديال القطاعات معنيه فهاد لا شونسون وبالخصوص فهاد الظرفيه ديال كوفيد 19 سكيفي كلشي كلا العصا كاع القطاعات كاملين يعني كلاو العصا وبالخصوص القطاع ديال الثقافه حتى هو كلا العصا ديال بصح باسكو سورتو الموسيقيين باسكو كيف ما كترى قطاع غير مهيكل بحال عده قطاعات اخرى حتى هما غير مهيكله اوتوماتيكمون كاين بزاف البوادر في الوزارات والقطاعات الاخرى اللي لقاو حلول الناس ديالهم بحال دابا صحاب الطاكسيات في ايامات كوفيد لقاو حلول ايامات مثلا الناس ديال اللي كيبيعوا ويشريوا الحوانت في السواق لقاو حلول ولكن حتى الناس ديال الموسيقى والثقافه ما لقاوش لهم الحل او دعم او شي حاجه او باش يقدروا يعتقوهم من ديك لا ميزير اللي كاين فيها واللي باقين فيها دابا حاليا باسكو الناس كانوا خدامين يعني يوميا كيدخلوا واحد المصروف في لي كاباغي ولا في لي بواط دو نوي ولا في هذا خصوصا الموسيقيين فاذا بين ليله وضحاها قال لهم غتبرك ما تخدم ما غدير ما والو شنو غناكل الله اعلم شنو غنشرب الله اعلم شنو غندير الله اعلم يعني ما كانتش واحد تام الوزارات السابقه اللي جاوا في الظرفيه ديال كوفيد ما داروش شي حاجه ولا ما داروش شي بادره او شي جوسكا بريزون دو فاصون سي فري كو ديرنيير مون كنا تلاقينا مع لو مينيستر ديال 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 الشباب والثقافه والتواصل سي مهدي بن سعيد وتلاقينا مع اوطون كو سانديكا ماشي اوطون كو سي مهدي حيت انا كان جو بريزيدون ديال لو سانديكا ارتيستيك دي دغوا فوازان او ميم طون كنتمي للتنسيقيه ديال عده نقابات فنيه اخرى وكنا عطينا بعض المقترحات بالنسبه لقانون الفنان وبالنسبه ل بيرو ماروكان دي دغوا دوتور شي امور وهذا ولكن ليسونسييل اون جينيرال يعني باقي هذا القطاع ديال الموسيقى والفن خاصو يتقاد يتقنن ويتقاد ما يبقاش بحال هكا بواحد الطريقه عشوائيه هادشي اللي كاين. نقول لك هي لا شونسون هي سي هذا لو ستيل اللي درت في هذه الاغنيه سي دو سلام صافي دير كتحكي كتعاود داكشي يعني سي با دو شون ماشي غناء يعني دابا الناس اللي كيعرفوا الاسلام راه عارفين هذا لو ستيل يعني كتاخذ واحد كتكتب واحد ليستوار وكتعيش داك لو بيرسوناج كيبدا يحكي القصه ديالو ومن تما هو بحال اللي قلتي شعر ولكن كيكون على ان ريتم دابا الشعر كيكون ليبر دابا الشعر من الانسان اللي كيبدا يقول مثلا واحد القافيه شعريه او قصيده شعريه ما كيحطهاش في الميزان كيحطها مطلوقه لو سلام لا كتمشي مع لو ريتم كتمشي مريتميا الكلمات مريتمين الو هذا هو الفرق سكيف انا بحال قلتي هذايا سي وبغيت حيت الغد بغيت ماشي نخلق شي حاجه جديده بغيت سورتو نوصل لو ميساج بواحد لو تامغ ديال لا فوا ديال داك الانسان اللي فريمون جالس في قهوه ومأزم وكيخمم حيت هادشي في الغناء ما غاديش يوصل بحال دابا بغيت نغني هاد الكلمات ما غيوصلوش بداك الاحساس وداك الوصف الدقيق حيت واخا غادي نبغي نغني هاد الكم ديال الهائل اللي كتبت الكم الهائل ديال الكلمات اللي مكتوبين في غنية ونلحنها بطريقه كلاسيكيه ما غتعطيش ولكن مني بحال دابا جاك بغال مثلا ولا ازنافور عندهم هاد الانواع الاغاني اللي فيهم كيعيش كيعيش واحد لو بيرسوناج كيدخلك فواحد الدور اون فيت هاد لي شونسون كيعتمدوا على هاد التلقائيه هاد النوع ديال الغناء الوغ جو بونس كو انا كون غنيتها بطريقه كلاسيكيه غيمشي منها واحد لو شارم كبير اللي هو دابا عندها وبيان سور شي حاجه جديده عاوتاني على المستمع المغربي حيت ما مولفين كيسمعوا هاد لو ستيل ديما افكتيفمون ولكن غيتعودوا عليه وغادي يولوا الناس اخرين كيغنيو ويقولوا راه واحد النهار غنى هاد السيمه دي لا هي فاش سي نورمال ملي كنكون كتسجل اغنيه راه كيكونوا معك الناس كتسمعها ايتو سي نورمال هي النوبه الاولى في السماعه راه اي واحد كيكتشف شي حاجه جديده عليه الموضوع كيقول لك اون جينيرال سا ريست اون شونسون بوزيتيف حيت هي كدوز ان ميساج ديال واحد الانسان اللي كيف ما قلت لك كيقلب على خدمه وباغي يتحرك وباغي ينوض وباغي يزيد لقدام
alors le message global il est positif ولكن انا بالنسبه لي اللي عاطي اللي عاطيها لو شارم هو هذاك الميساج il est positif سي فري اجتماعي ولكن الموسيقى عاطيها واحد لوريجيناليتي ما كيبانش عادي دايز مرور الكرام يعني غتسمعها غتشدك وهذا هو لوبجيكتيف حيت انا عندي الغرض هو الميساج يوصل للمستمع وعلاش لا حتى الناس اللي معنيين بالامر صافي ديال المسؤولين ولا القطاعات اللي عندها علاقه بالشغل وعندها علاقه بالشباب وعندها علاقه بزاف الامور اخرى تقدر تقول اغنيه سياسيه علاش لا حيت ملي كتهضر على الشغل والشوماج والمشاكل والتعليم وهادشي كل مره دخلتي في السياسه اوتوماتيكمون سي تري سامبل بالعكس حتى نمشيو بعيد انا ديغنيغمون كانوا صيفطوا لي شي ناس دي ميساج ابو الضحك انا كنصحابو ما كيضحكوا معايا قال لي راه واحد السيد عيط ليا في لونتروتيان ديال الخدمه ومني ندوز لونتروتيان المدير ديال الشركه قال لي راه سمعت واحد الاغنيه بغيت خدمه ديال لارتيست فلان فلاني في الراديو وقلت مع راسي السيفي الاول اللي يطلع لي في الايميل غادي ندير مع لونتروتيان وانا كنصحابك يضحك معايا صدقات بصح وبارطاجيتها كاع قلت لهم فوالا اغنيه بغيت خدمه جابت الخدمه باش تعرف دي فوا بان الامور ما كتعرفوش فين كيمشي ويعني باش تعرف الدور ديال الفن في كل شيء ميم في الاحساء في التوعيه او في باش تحسس بنادم راه حيت شحال واحد دابا يكون ناسي ولكن كاينين دي باساج في لا شونسون اللي انا كنغوت وبغيت خدمه شوفوا بوتيت كو داك الانسان صرخه مواطن وصلنا دابا ما بقاش كتكتبها في الصحف تكتب هذا ولا دابا حتى في لي شونسون الوغ دزتي من واحد ليطاب واحد ليطاب اخرى والسيد سما في بليزير ملي قال لي داك لو جون باقي ان جون عنده 22 زون هو خدم هذا وقلت له تبارك الله ما كنتش غنقول لك والله يسهل عليك مي مو سما توش قلت يا شي حاجه اللي ما كنتش كاع كنتخيلها غادي تطرا ولا غتكون وهذه هي الرساله الفنيه هذا هو الفن صافي بليزير صافي فريمون بليزير تحيه لي وتحيه لذاك المدير حتى هو اللي طلع مريقل عادي داكشي شوف الكمال لله راه انا ما كنبيعش يعني شي حاجه اللي خص الناس كلهم يكونسوميوها ولا شي حاجه اللي كتكال ولا كتشرب انت كدير الفن كيبقى كل واحد ولا فيزيون ديالو وكل واحد ديك لا فيزيون كيفاش كيشوفها وشكون غتقيس يعني انا يمكن دابا انا واحد اخر كيسمع مثلا غير واحد ستيل معين الشكل ديالي ما غاديش يروقو بوغ لانستون نقدر واحد النهار غادي يروقو ملي غادي يعيش داكشي اللي انا كنهضر عليه سي دي زيتاب اما باش انا غنخرج واحد الاغنيه وقتها تعجب كلشي وتصنت ليها كلشي وبارطاجا كلشي راه سي با سا لوبجيكتيف اولا جو مون فو انا ما كيهمني لا لو بوز لا ندخل اللي يسمعوها انا عندي واحد الميساج خاصو يوصل بواحد الطريقه زوينه اللي انا خاصني نكون مقتنع بها وتكون عجباني انا الاول قبل ما تعجب البوبليك حيت لما كنت انا مقتنع بها لي انا مولاها كيفاش نقدر نقنع واحد اخر لكن انا براسي كنترعد خصني انا نسمعها وانا تعجبني وانا نكون راضي عليها وكيف ما كاين انا بحالي كاين واحد 30 مليون بحالي في العالم مشتتين اللي بحال المهدي في العقل وفي التفكير وفي الستيل غادي تعجبهم ودوك 30 مليار اخر اللي ما فاهمينش معايا يلا يسهل عليهم ماشي مشكل لا كاين حيت نورمالمون جي ترافاي سوغ ان البوم هنايا البوم فيه تقريبا شي 8 ديال القطاع نورمالمون وجدته في هذه الظرفيه ديال كوفيد وسي فغي هذيك اسويفغ حيت كاين شي حاجه اللي غادي تجي ورا بغيت خدمه اللي غادا ماشي عندها علاقه ولكن سي ان اوتر سوجي اللي حتى هو غادي تسمعوه وغتشوفوه نتمنى ان شاء الله يعجب الناس تتشوفوه كاين واحد الامور تتشوفهم مي سي فغي كو درت ديك اسويف باسكو نعرف راه شنو جاي من بعد سكي في جو بريبار كتبريباري بشويه انا بغيت خدمه ومن الخدمه غندوز لحاجه اخرى وغادي اولا حيت ما كاينش بيدجي هذه اول حاجه ثاني حاجه حيت باسكو الظرفيه لا تسمح لك تانفيستي في كليبات ودير دي شوكيس وهذا باسكو انت كتشوف بحال سد وما عارف شنو طاري والسيكتور سيكتور ارتستيك كله مسدود وثالث حاجه الهدف هو دير موسيقى زوينه تقيس الناس نعرف داك الشيء ما قل ودل قضينا الغرض كيف الناس راهم سمعوا وصلوا الميساج ولا شونسون راه مازال يلاه بدي لا برومو ديالها وحنا غاديين بخير كيف لا بروشين شونسون ان شاء الله يكون كليب ولكن دابا هذه حيت الفيك ان هاد لا شونسون هذه القوه ديالها في الموضوع ديالها وفي الشكل ديالها يعني واخا كون درت ليها غير تصويره كحله غتوصل للناس سي دي شونسون لي شكل اخر يعني ما كيعتمدوش بزاف سي فري كو كان عاوتاني ان كليب سافا دوني غادي نزيد نشخص ليستواغ في ليماج ونبين داكشي ديتاي ولكن قلت في الظرفيه الحاليه صعيبه بزاف يعني بروندغ ان ريسك انفيستيغ اونكوغ بلوس سوغ ان كليب ونتايا ديجا اون شونسون لي دايرها بوغ باسي ان ميساج
قلت نادي ترايات هادشي اللي كاين.